ومنذ انفجار مرفأ بيروت يخشى اللبنانيون من الانعكاسات البيئية والآثار الصحية واحتمال إصابتهم بأمراض سرطانية على خلفية اشتعال مادة نترات الأمونيوم، لكن الخبراء يؤكدون أن هذا الاحتمال ضعيف جدا. نتابع التقرير التالي وبعده نتحدث أكثر عن سبل الوقاية اللازمة والمطلوبة من قبل المواطنين في هذه المرحلة. اهتزت بيروت فتزايدت معها مخاوف اللبنانيين من الأمراض وما قد تحمله نترات الأمونيوم والسحابة الصفراء التي نتجت عن الانفجار. في الشارع دعوات إلى التمسك بالكمامة اتقاء لفيروس كورونا وما يقولون إنه غبار النترات. على المدى البعيد على الكانسر مثل ما عرفنا انه يمكن بتتجمع بالجو وبتعمل بعدين ما بعرف بتأدي لكانسر. معقوله يعني هذا كله عم نتنفس بس ما بقى عنا شيء، ما بقى عنا شيء. على الرغم من مخاوف اللبنانيين فللعلم رأي آخر، تطايرت النترات وتراجع الخطر. الأمونيوم نيتريت لما باج احترق، يعني ما بقى في شيء اسمه أمونيوم نيتريت، احترق وطلعت الدخنة. هي الدخنة اختفت بأول 24 ساعة، بتكون اتبعثرت وخفت كتير حدتها. تطايرت إذن، لعله الخبر الوحيد الجيد وسط رعب المدينة وكوارثها، حتى فرضية الإصابة بأمراض سرطانية بسبب هذه المواد يبدو علميا أنها تتراجع. بالمدى البعيد ما إلى تأثير، وكسرطانات رئة أو من وراء التنشؤ بنطمن العالم أنه ما في أي ليام. يقولون هنا في هذه البلاد ما يكفي من مصائب وما يكفي من أمراض وما يكفي من تلوث. على الرغم من التطمينات العلمية تم قلق في الشارع اللبناني، قلق يبدو مبررا بما أن البلاد سجلت في الأعوام الماضية أعلى نسب الإصابة بالسرطان في المنطقة وفق الدراسات، كما أن الوضع البيئي عموما شهد تدهورا خطيرا. محمد شبارو، العربي، بيروت. ونرحب معنا من بيروت بأنطوان أبو موسى وهو مهندس بيئي وأخصائي كيمياء. أهلا وسهلا بك أنطوان. كما استمعنا للتو في التقرير، يعني هناك محاولات لطمأنة المواطنين، ولكن يعني نتوقف معك أكثر عند هذا الجانب. من المعروف الدخان، أن الدخان الذي خلف على وقع الانفجار يحتوي العديد من المواد السامة والملوثات. اليوم بعد بضعة أيام على الانفجار، هل بقي منها شيء هذه المواد؟ أوكي، شكرا لاستضافتي، واسمحي لي بس أقدم أول شيء بالتعازي لكل أهالي الضحايا اللي بنعرف كثير منهم، والشفاء لكل الجرحى. أول شغلة، يعني التأثير المباشر للانفجار، الغازات اللي طلعت منه مثل ما تفضلوا الخبراء كمان قالوا قبل بالتقرير انه تبعثروا بالهواء وصاروا بعيد، في جزء منهم يمكن كمان يكون تحلل او صار بقلب المي، داب بقلب المي، وممكن كمان ياثر بحموضه المي وياثر على الحياه البحريه. هذا موضوع اكيد ثانوي، بس انا اللي بدي ركز عليه هو اكثر التاثير للملوثات اللي طلعت بشكل غير مباشر من بعد التفجير، يلي هن فينا نعدهم من إمكانية وجود أسبستوس أو الأميانت أو كمان ما يعرف بالإترنيت يلي موجود بقلب الأبنية القديمة، يلي هو ألياف معدنية صغيرة الحجم ممكن تأثر على المدى البعيد إذا الأشخاص إنه عم بيكنسوا عم بيتنشأوا هيدي الغبار، إذا مش حامين حالهم أو منهم رشين مي على الأرض فيخففوا من تبعثرها بالهواء، ممكن تأثر على المدى البعيد على أمراض بالجهاز التنفسي منها السرطان أو الأورام الخبيثة. بس هيدي كلها ما راح تبين، وعادة ما بتبين إلا بعد عقود، عم نحكي 10 20 30 سنة لقدام. يعني في حال تم استنشاق هذه المواد الآن في هذه المرحلة قد تؤثر بعد عقود من الزمن على صحة الفرد الذي تعرض لها، هذا ما تقصده؟ نعم، هذا ما أقصده. وعندنا كمان بلبنان عينة على هذا الموضوع، صار بالماضي بمنطقة شكا كان عندنا معمل بينتج هذه الألواح الإسمنتية اللي بتحوي هذه الألياف، وبعد عشرات السنين وبعدنا لليوم بعد تسكيره من كذا عقد عم نشوف اليوم ناس بعدها عم بصير معها مشاكل بالرئة، سرطانات وغيره. هيدي وحدة من المشاكل. نعم. في عندنا مشكلة تانية هي، هل أول شيء ما بنعرف شو كان فيه بقلب المستودعات انفجرت، واحد شو هي المواد.
شو هن المواد يلي تبعثروا او تفككوا وما انفجروا، كانوا حد العنبر رقم 12 يلي ممكن يطلعوا غبار. هل في معادن ثقيله بالهواء او لا؟ على الارجح نعم. المعادن الثقيله هي بحطها بالدرجه الثانيه بالسميه تبعها، لانه ممكن تاثر على الجهاز العصبي، ممكن تاثر على الحوامل، على الاطفال، على الجنين. ودائما مثل ما بتعرف الناس اللي هن اكثر عرضه ل يعني الامراض والمشاكل الصحيه هن بيكونوا الصغار بالعمر والكثير كبار بالعمر، والاشخاص اللي عندهم مشاكل اصلا صحيه خاصه بهذا الوضع، مشاكل تنفس. فهذا ثاني جزء. في كمان امكانيه يكون في كثير غبار من الازاز يلي كمان ممكن ياثر على الجهاز التنفسي، وكمان ممكن يكون بعد في رواسب من هالغازات او الغبار يلي طلع من قلب العنابر يلي انفجرت، يلي رقدت بالمناطق اللي حاليا عم تتكنس او عم بيطلعوا السيارات عليها هن ويروحوا ويجوا عم بيطلعوا غبار بالهواء. فكتير كتير بشدد على اهميه انه الاشخاص اللي عايشين بقلب هالمنطقه المنكوبه ياخذوا كل احتياطاتهم اذا عندهم امكانيه يكونوا. طيب بالنسبه للاحتياطات انطوان، يعني منذ البدايه نصح باتباع الاجراءات الوقائيه، يعني تكاد تكون شبيهه لاجراءات الوقايه من كورونا، مثلا وضع غسل اليدين بانتظام وايضا وضع القفازات والكمامات. ماذا بشأن الإجراءات الوقائية الأخرى والمدة التي يجب أن يحتمي أو يحمي المواطنون أنفسهم من كل هذه المسببات والمخاطر؟ أكيد أول شغلة كمان بما أنه ذكرت جائحة الكورونا، أنه كمان ما لازم ينسوا الأشخاص أنه هذه الجائحة بعدها هلأ بأوجه، والعالم هلأ كمان عم تنقل من بعضها لبعضها، فلازم ياخذوا حذرهم. بالنسبة للكمامات، مش كثير الكمامات أكيد مثل بعض، اللي بسموهم سيرجيكال ماسك اللي هن الكمامات اللي بنعرفهم اللي بحطوهم الحكماء أنا بيعملوا عمليات الجراحة، أو دي بيحموا من الشخص اللي لابسهم للشخص اللي بوجهه من الجزيئات الكبيرة اللي فينا نشوفها عادة. هيدي تقريبا ما عندها أي حماية للشخص. ممكن الـ N95 يلي محكم الغلق على المنخار والتم إنه يحد من الغبار يلي عم بفوت، يلي ممكن يكون حامل عليه هذه الملوثات الخطيرة، ممكن يساعد. واكيد الاشخاص اللي عم بيكنسوا وينظفوا افضل يحطوا طاسه على راسهم حمايه من الاحجار اللي ممكن تنزل عليهم، كم طويل كمان ما يلزق على جلدهم اي مواد كيميائيه معقول تعمل لهم حكاك او غيره. وبهالطريقه بس يروحوا على البيت ضروري يغيروا ثيابهم قبل ما يفوتوا، يمكن اذا بيقدروا الموقع اللي هن فيه قبل ما يفوتوا حتى على سياراتهم، لانه بكره رح يفوتوا اولادهم وناس ثانيين على سياراتهم. كتير ضروري انه ياخذوا حيطه وحذر الاشخاص اللي عم يشوفوا. يعني بالنسبه للحيطه والحذر، هل يمكن ان يتنبه المرء لخطوره ذلك؟ بمعنى ربما تنتابه بعض العوارض التي تنبهه الى امكانيه تعرضه لهذه المواد. لحقلك انا عايش 7 كيلومترات، انا هلا حاليا بالجبل، بس 7 كيلومترات كانت عن الانفجار. بعد تقريبا ساعه من الانفجار صابني ضيقه نفس وصار لون وجهي كتير شاحب، اضطريت ارجع ارتاح واخذ نفس عميق وجرب اخذ اكسجين قد ما بقدر. هيدا عم بحكيك بلحظه الانفجار، يمكن بعد ساعه او ساعه وشوي من الانفجار. حاليا الاشخاص يلي على الارض على الارجح ما يحسوا بهالعوارض اللي كانت باول كم ساعه من الانفجار اول نهار، بس هيحسوا بعوارض ثانيه على الارجح، حتكون تازم بالتنفس اذا كان عنده مشاكل تنفسيه، انزعاج، ممكن كمان على الجلد يحسوا بحكه او انزعاج ثاني، والعينين. هودي الثلاث أجهزة، الجلد، التنفس والعين، ضروري ياخذوا الحيطة والحذر فيهم أكثر شيء أكثر من غيرهم، خاصة الأشخاص اللي عم بينظفوا، لأنه الغبرة هونيك عم تطلع قدامهم كثير كمية كبيرة. شكرا جزيلا لك من بيروت أنطوان أبو موسى، المهندس البيئي والأخصائي الكيميائي.